السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، سنبدأ اليوم في الوحدة الثالثة لمادة الفيزياء درس القانون الأول في الحركة لنيوتن. درسنا يا عاشر من قبل وفي الصف التاسع عن قوانين الحركة، وحكينا أن العالم نيوتن اعتمادا على الدراسات التي قدمها العلماء من قبله تم اعتماد وإنشاء ثلاثة قوانين للحركة، القانون الأول والثاني والثالث. سندرس في أول جزئين من هذا الدرس عن القانون الأول. تعرفنا يا عاشر أنه اللي بتسبب في حركتك جميع الأجسام تسمى القوة، يعني جسم ساكن إذا حركته بيكون السبب حركة هذا الجسم القوة، وأيضا إذا كان في عندنا جسم متحرك وأنا أثرت عليه بقوة رح يتوقف. إذن السبب في حركة تلك الحالات جميعها وهي الأجسام هي القوة. فالقوة إذن هي عبارة عن مؤثر خارجي، شيء من خارج الجسم يغير من حالة الجسم. إيش يعني حالة الجسم؟ يعني حالة الجسم من حيث الحركة أو السكون. الجسم المتحرك ممكن أن يتوقف ويصبح ساكن، والجسم الساكن يمكن أن يتحرك أو يحاول تغييرها أو يغير من شكل الجسم. والقوة التي تجعل الجسم الساكن يتحرك هي التي تغير من مقدار سرعة الجسم. جسم ساكن يعني سرعته صفر، طب إذا أنا أثرت على هذا الجسم بقوة وحركت هذا الجسم، إذا أنا غيرت من مقدار السرعة فأصبحت سرعة، أصبح هناك قيمة للسرعة. إذا كل ما يؤثر في الأجسام ويغير من أشكالها أو حالتها الحركية يسمى يا عاشر قوة. رح نتعرف على أن القوة تسمى فورس، القوة فورس ويرمز إليها بالرمز F. حكينا أيضا أن وحدة قياس القوة هي نيوتن، وحدة قياس القوة نيوتن حسب النظام العالمي للوحدات، ورح نرمز لها بالرمز N. إذا القوة هي المؤثر الخارجي الذي يغير من حالة الأجسام وشكلها، ودرسنا أيضا أن القوة تقاس بوحدة نيوتن. إذا القوة هي مؤثر خارجي يغير من حالة الجسم من حيث الحركة أو السكون أو يحاول تغييرها أو يغير من شكل الجسم، بينما الحالة الحركية للجسم هي حالة الجسم. لما أنا أحكي القوة غيرت الحالة الحركية للجسم، شو يعني الحالة الحركية؟ يعني حالة الجسم من حيث سكونه أو حركته. تعد القوة كمية فيزيائية متجهة. شو يعني يا عاشر كمية فيزيائية متجهة؟ تعني أنه يجب تحديد مقدار للقوة واتجاه، مقدار واتجاه. لما أنا أجي أمثل القوة بمثلها على شكل سهم يتناسب طولها مع مقدار القوة، يعني إذا كانت أو إذا كان مقدار القوة 20 نيوتن، إذا أنا برسم خط أو سهم طوله 20 متر، 20 متر يعني 20 نيوتن، كل 1 سنتيمتر على المسطرة بيمثل 1 نيوتن، كل 1 سنتيمتر على المسطرة يمثل 1 نيوتن، فإذا كان عندي طول القطعة المستقيمة 30 سنتيمتر، إذا القوة 30 نيوتن. واتجاه السهم يكون على اتجاه تأثير القوة أو اتجاه عملها، يعني هي وين بتشتغل هاي القوة؟ لوين بتغير من الحالة الحركية لهذا الجسم؟ في عنا صورتين يا عاشر. الصورة الأولى توضح اتزان كتاب الفيزياء على يد طالب، يد طالب مسك الكتاب ووضعها على إيده، بوضح إنه الجسم متزن لأنه ثابت في مكانه. لو إجيت أنا فصلت وحللت حركة هذا الكتاب والقوة التي تؤثر عليه، الكتاب رح يأثر عليه قوة نحو الأعلى، نحكي عنها قوة دفع. إذا أنا دفعت الجسم رفعته نحو الأعلى، إذا قوة دفع. في المقابل يوجد قوة أخرى تؤثر على الكتاب نحو الأسفل، وهي قوة الوزن أو قوة جذب الأرض للكتاب. هذا الإشي يا عاشر بنسميه مخطط الجسم الحر. أنا لما رسمت القوة وحددت على الشكل القوة التي أثرت على الكتاب بنسميه مخطط الجسم الحر. شو يعني يا عاشر مخطط الجسم الحر؟ هو رسم تخطيطي، تخطيط يعني بوضح كل شيء، يبين جميع القوى الخارجية المؤثرة في جسم ما. عند الكتاب أثرت عليه قوتين، وضحت القوتين، ويستخدم هذا النموذج نموذج الجسيم النقطي، يعني أنا بمثل الكتاب وكأنه نقطة. الكتاب هو عبارة عن شكله مستطيل، أنا بالرسم التخطيطي أو في مخطط الجسم الحر ببين الكتاب وكأنه نقطة. ثم تمثل كل قوة خارجية مؤثرة في الجسم بسهم يتناسب طوله مع مقدار القوة ويشير إلى اتجاه تأثيرها. يعني أنا لما رسمت اتجاه قوة الدفع نحو الأعلى
طول السهم لازم يكون مساوي لمقدار قوة الدفع، واتجاهه نحو الأعلى يعني يدل على اتجاه قوة الدفع. بالمقابل نفس الشيء قوة الجاذبية الأرضية، نحو الأسفل السهم يعني اتجاه قوة جذب الأرض للكتاب نحو الأسفل، وطول السهم يمثل مقدار قوة جذب الأرض للكتاب. إذن كمان مرة، النقطة تمثل أن الجسم يرسم كأنه نقطة، وتأثر الكتاب بقوتين، قوة دفع وقوة جذب الأرض للكتاب. الخط الأحمر يمثل قوة الدفع، والخط أو السهم الأزرق يمثل قوة جذب الأرض للكتاب. عندنا شكل ثاني رسمناه على شكل نقطة وهو اللون الأحمر، قوة السحب نحو اليمين وقوة الاحتكاك كانت نحو اليسار. ارتبطت القوة بالحركة على مر العصور، القوة كانوا يدرسوها على مر العصور. فمنذ زمن أرسطو اعتقد العلماء أن الحالة الطبيعية للأجسام هي السكون، أن الأجسام في حالتها الطبيعية تبقى ساكنة، وأن القوة ضرورية لتحريك جسم ما، وأنه يجب أن تؤثر قوة على الجسم لكي يستمر في الحركة، وأن زوال هذه الحركة أو زوال هذه القوة يوقف الجسم عن الحركة. يعني أنا دفعت مقعد خشبي، مجرد ما أني أنا توقفت عن دفع، توقفت عن تأثير عليه بقوة، رح يتوقف هذا الجسم. لقد ظل هذا الاعتقاد سائد حتى بداية القرن السابع عشر، ومن ثم جاء العالم غاليليو وصحح أفكار علماء السابقين. اقترح أن الحركة بسرعة متجهة ثابتة هي حالة طبيعية للأجسام، حركة الأجسام أو الحالة الطبيعية للأجسام أن الجسم يتحرك بسرعة متجهة ثابتة، وهي حالة السكون أو مثل حالة السكون. وأنه أنا إذا كان عندي كرة صلبة ملساء وحركتها بسرعة متجهة ثابت على مستوى أفقي أملس، رح تستمر هاي الحركة أو هاي الكرة بالحركة في حال انعدام الاحتكاك. يعني أنا عندي جسم إذا أثرت عليه بقوة رح تستمر هاي القوة حتى لو أنا توقفت عن التأثير على هذا الجسم. إذا كانت القوة المحصلة المؤثرة في جسم ما صفر، فكيف تكون حالته الحركية؟ أنا عندي جسم أثرت عليه بقوة محصلة، كان مقدار القوة المحصلة يساوي صفر. زي هذا الكتاب، هذا الكتاب بيأثر عليه قوتين، قوة دفع الطاولة نحو الأعلى وقوة الجذب نحو الأسفل، هنا مقدار قوة المحصلة تساوي صفر. إذن يبقى الجسم في حالة اتزان. شو يعني حالة اتزان؟ يعني مستقر في مكانه، لأن مجموع القوة المحصلة المؤثر عليه تساوي صفر. في المقابل إذا تحرك جسم ما بسرعة ثابتة مقدارها واتجاه، كحركة السيارة بتتحرك نحو اليمين سرعتها ثابتة مقدار واتجاه، القوة المحصلة كم تساوي؟ صفر. ونقول أن الجسم في حالة اتزان ديناميكي، حالة اتزان ديناميكي لأنه يسير في خط مستقيم بسرعة ثابتة مقدارا واتجاها. وبناء على ما درسناه سابقا وذكرناه، يلزم أن تتوافر قوة محصلة لتغيير مقدار سرعة الجسم. أنا عندي جسم يسير بسرعة ثابتة مقدارا واتجاها، أنا بدي أغير من مقدار سرعة الجسم شو، أو بدي أغير من مقدار القوة المحصلة، أنا بغير مقدار سرعة الجسم. عندي جسم يسير بسرعة ثابتة مقدارا واتجاها، بدي أثر عليه وأغير من قوته المحصلة، شو بعمل؟ بأثر عليه بسرعة أكبر أو بغير من سرعته. مجرد ما غيرنا من مقدار سرعة الجسم رح يتغير عندنا قوة المحصلة. مثال، إذا أراد سائق زيادة سرعة سيارته فإنه يضغط على دواسة الوقود، يعني أنا بدعس بنزين بالسيارة مشان أغير من سرعة السيارة، وإذا بدي إياها تتباطأ أو تتوقف بضغط على الكوابح. وإذا غيرت أو أردت أن أغير من اتجاه السرعة بأثر بقوة في عجلة القيادة، يعني أنا بلف الستيرنج مثلا يمين أو يسار، هون بكون أنا غيرت من اتجاه السرعة. جميع المشاهدات التي ذكرناها سابقا نتوصل إلى شيء يسمى نص قانون نيوتن الأول، وضح لنا وفسر لنا كل المشاهدات السابقة، إنه أنا بدي أغير من قيمة القوة المحصلة إذا بغير من السرعة أو العكس. فبالتالي شو بدنا نحكي يا عاشر؟ نص قانون نيوتن الأول ينص على أن الجسم يظل على حالته الحركية، الجسم بظل على حالته الحركية من حيث السكون أو الحركة، يعني بظل محافظ على حالته الحركية بسرعة ثابتة مقدارا واتجاها. طيب متى يتحقق هذا الشرط؟ ومتى الجسم بيحافظ على حالته الحركية؟ ما لم تؤثر فيه قوة خارجية محصلة تغير حالته الحركية. يعني الجسم الساكن بضل ساكن،
والجسم المتحرك يبقى متحرك في خط مستقيم في اتجاه ثابت وسرعة ثابتة، إذا لم تؤثر عليه قوة خارجية، لأن القوة الخارجية تؤثر على حالته الحركية. إذا أنعمنا النظر في هذا القانون رح نتوصل لتطبيقين أو استنتاجين. الاستنتاج الأول أن القوة المحصلة المؤثرة في كل من الجسم الساكن والجسم المتحرك بسرعة ثابتة مقدارا واتجاها تساوي صفر. إذا جسم ساكن وجسم متحرك بتأثر عليهم سرعة ثابتة مقدار واتجاه، إذا قوتهم المحصلة تساوي صفر، وبنحكي عنها مجموع F تساوي صفر. وفي هذه الحالة يكون الجسم متزن، متزن يعني مستقر في مكانه. إذا القوة المحصلة المؤثرة في كل من الجسم الساكن والجسم المتحرك بسرعة ثابتة مقدارا واتجاها تساوي كم؟ صفر، ويكون الجسم متزن. طب إحنا حكينا يا عاشر إنه إحنا بندرس الحركة في بعدين، يعني عندنا محور X ومحور Y، فلازم أحلل القوة. القوة بحللها لمحور X ومحور Y، بصير عندنا مجموع Fx تساوي صفر ومجموع Fy تساوي صفر. متى بتتساوى مجموع القوة يساوي صفر؟ إذا صار الجسم في حالة اتزان. الحالة الثانية أو التفسير الثاني لقانون نيوتن الأول أن الجسم عاجز أو قاصر عن تغيير حالته الحركية من تلقاء نفسه. الجسم بيكون عنده عجز من أنه يغير من حالته الحركية، وأن تغيير هذه الحالة، أنه أغير حالة الجسم الساكن وأخليه يتحرك أو الجسم المتحرك أخليه ساكن، يتطلب مني تأثير عليه بقوة محصلة في الجسم. لذلك يطلق على قانون نيوتن الأول قانون القصور الذاتي، يطلق على قانون القصور الأول بقانون القصور الذاتي. شو يعني القصور الذاتي؟ يعني ممانعة الجسم لأي تغيير في حالته الحركية. فإذا كان الجسم ساكنا أو متحركا بسرعة متجهة ثابتة يظل على حالته ما لم تؤثر فيه قوة محصلة. يعني الجسم الساكن بيكون عنده عجز من أنه يغير حالته الحركية، والجسم المتحرك يكون عنده أيضا عجز من تغيير حالته الحركية. كتلة الجسم هي التي تشكل قصور ذاتي للجسم، فكلما زاد مقدار كتلة الجسم زاد مقدار القصور. إذن الكتلة تتناسب أرضيا مع القصور الذاتي، فكلما زادت كتلة الجسم زاد القصور، ولازم تأثير قوة محصلة أكبر لتغيير حالته الحركية. يعني إذا كتلة الجسم كبيرة وبدأ أغير من حالته الحركية لازم أثر عليه بقوة محصلة أكبر مشان نغير من حالته الحركية. نشوف تفسيرات من حياتنا اليومية اعتمادا على القصور الذاتي. اندفاع السائق والطلبة إلى الأمام عند توقف حافلة المدرسة فجأة، الطلاب بيكونوا في الباص، السائق بتوقف فجأة بنلاحظ أن الطلاب بيندفعوا للأمام، أو إذا غير السائق اتجاه السرعة فرح الطلاب يميلوا نحو اليمين ونحو اليسار. السبب أن كتلتهم تشكل قصور ذات. اندفاع الصناديق المحملة على شاحنة إلى الخلف أو إلى الأمام عند انطلاقها بتسارع إلى الأمام أو توقفها المفاجئ. عندنا شاحنة محملة بالصناديق، هاي الصناديق راح تندفع نحو الأمام أو الخلف نتيجة التوقف المفاجئ إلى الشاحنة أو تغيير التسارع. لذلك قانون السير شو بيعمل للسائقين والركاب؟ بيلزمهم باستخدام أحزمة الأمان وربط بضائع شاحناتهم حفاظا على حياة المواطنين. الصورة الآتية توضح اندفاع السلم إلى الأمام بسبب القصور الذاتي. السيارة كانت تسير بسرعة ثابتة، وجد السيارة أمامها جسم، ضغط السائق على الكوابح توقف، السلم اندفع إلى الأمام نتيجة قصوره الذاتي. إلى هنا يا عاشر نكون أنهينا الجزء الأول من درس القانون الأول للحركة. إن شاء الله في الجزء الثاني رح ناخذ مسائل حسابية على القانون الأول. شكرا لكم، يعطيكم العافية.